كان المختار يعني الواجهة السياسية مثل ما بيقولوا، مثل واجهة الرئيس مثلا نقول شيخ العشيرة، يعني هذا يعتبر للأحوال المدنية والغير مدنية. عنب بلدي بودكاست. من قرية كنيسة بني عز في سهل الروج نعود بكم إلى ماض كان به السهل واحة خضراء يحتضن أهله، حيث كان الناس يحملون الود والوفاء لذلك السهل الذي ما زال يناشد عشاقه وذويه ويتمنى عودتهم لكي ينهض من جديد لتعود الحياة. محمد الحسن أحد أبناء كنيسة بني عز محدثنا اليوم. من الأصل كنيسة رومانية موجودة محل الجامع، الجامع الآن الموجود جامع نور الإسلام. وطبعا أنا اشتغلت بالأساسات وشفنا هيك نشوف الشغلات أثرية في كنيسة رومانية قديمة. وكلمة بني عز للناس اللي سكنوها وهن الأغلبية طبعا، وفي غيرهم يعني ما عم بضيع بس هن الأغلبية. بس السهرة يعني لما تكون السهرة متطورة كانوا يجيبوا الأسطوانة، كانوا يجيبوا الأسطوانة ويحطوها. وطبعا سهل الروج يعني كانت فيه شغلات هيك، الشغلات الشعبية تختلف عن الموال الحلبي وتختلف عن لهجة الساحل وهيك غنى، يعني له ميزة خاصة. يعني عدم مؤاخذة هلا مثلا النبك القلمون يبرود، يعني تجمعهم شغلات هيك غناهم يختلف عن الشام وهيك شغلات مو هيك؟ ايه. ونحن يعني كان عندنا هيك يعني شغلات شعبية تختلف عن المحافظة وعن من جسر الشغور. وبعد اكيد يعني مثلا عدم مؤاخذة كان عندنا جار الله يرحمه، هذا كان مشهور بالمجوز. ايه هذا كان يعني يعزف على المجوز يعني بدون ما ياخذ نفس هيك بيطول شي ساعة مستمر. اسمه أبو حمود، محمد الحمود الله يرحمه، بنادور الأسمر. هو مثلا اللي يكون مستلم الحفلة وطبعا هيك بيكرموه مثلا بيعطوه إنه هالليلة. وكان العرس يقتصر مثلا على الزمر يقتصر على ليلتين، مثلا ليلة الأحد والأحد بنهار بعد العصر فقط. هذول المعروفات العرس من زمان، يعني 1000 5000 7000 رجع شوي غلي شوي غلي، بعدين صار ناس وناس. يعني هالعشيرة هاي بيقولوا مثلا نقد من 800,000، هذا اسمه تسمية فقط. ايه بتكون ايه يكون بينه وبين الطرف الثاني انه هاي صارت بنتكم، انت حر بتجيب بعشرة بتجيب بمليون، ما لنا علاقة. وحتى كان يعني المؤخر ما حدا يحكي فيه، يعني ما حدا يحكي فيه ولا يجيب سيرته، يعني عدم مؤاخذة مثل اللي يعني انه صعبة شلون تقول مؤخر، يعني نحن بدنا نكب بنتكم ولا انتم ما نكون واثقين فينا يعني من الناحية هاي. ايوه عرفت قرية بني عز بتيارات الهواء القوية
وصعوبة تعاملها مع سرعة الرياح، أيضا حفرة المياه التي أطلق عليها البارعة. ما قصة البارعة؟ كتير كتير، لأنه هي باتجاه الشرق والهواء الغربي بيجي هيك كبس، يعني أقوى من الهواء الضيع اللي جنبنا الكل. سبحان الله كأنه في فتحة هوائية فوق مننا. يعني سابقا كانوا أهلي يستغلوا الفرصة هاي بيشتغلوا شغلات الحصاد والتبن وهيك شغلات، إنه يعني الهواء هالفترة هاي بنوقف. يدخلوا أيام يسموهم سابقا الأيام الخرس، إني يجوا من نص آب وورا، إيه من 15 آب وورا، يستغلوا الوضع فيه عاد هون بيجمعوا الحصاد والتبن وهيك شغلات. هلأ بطلت بوجود الحصادة، صارت الحصادة بتشتغل هواء غير هواء بتشتغل وتلم الكل. بيصير حوادث أثناء نقل بعض البضائع اللي حطوهن شوالات، يعني كتسون على شكل مرتفع عالي، إيه ولا الحمل العادي، لا ما قليلة حوادثه. بس إذا حطوا شلول تبن مثلا شغلات هيك مكدس بشكل عالي إيه بتسبب مشاكل. نعم تعلمنا عليه، يعني هلأ بيصير شوية ضجة بدون هواء، يعني روح ضجيج الهواء هيك ويصير سكون، بتحس العالم كله مزعوج، يصير يركض على المراوح ويركض هيك على الأماكن العالية. نعم والله درجة الحرارة منيحة يعني الحمد لله رب العالمين، ولكن يجي بشكل متقطع، يعني نعاني من الحرارة أثناء بس من ما في شوب. هو منخفض، وكان سابقا مي، كان الحفرة هاي مليانة مي، جففوها عن طريق مكان اسمه البالعة، تسحب المي وتصب بنهر العاصي. هاي الشغلة قديمة جدا، يعني بال 58 62 65 هيك شغلات صاروا يشتغلوها. أول شيء كانت بدائية، يعني سبحان الله تلقائيا لقوا محل عم يسحب المي، بس لكن ما يسحب بشكل كبير، يتجف الغاب أو السهل المسافة معينة. من هالمكان استدلوا أنه هاي عم بتروح على العاصي. أيام الفرنساوي حفروا هذا النفق من البيلعة نهر العاصي، ورجع بعدين الدولة كمان عملت نفق ثاني غيره، لأنه هذاك صار فيه مشاكل قريب من سهل الغاب، يلتقوا يقطعهم طريق الاستراد. أبناء قرية كنيسة بني عز لم يحالفهم الحظ في التعليم، ولم يأخذوا نصيبهم من المدارس والمدرسين. ضيفنا أبو محمد يروي لنا كيف استطاع أن يحقق نتائج لا بأس بها رغم صعوبة الحياة الاقتصادية والاجتماعية. غير الزراعة، يعني للأسف للأسف الشديد جدا 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 إنه الصناعة بشكل قليل قليل بالنسبة للضيعة اللي جنبنا. يعني احنا قريبين من أرمناز، أرمناز مشهورة بصناعة الفخار والقزاز وهيك شغلات وعدة أمور. عنا بالضيعة ما في صناعات تقليدية بسيطة جدا، يعني صناعات ما تلبي حاجة سوق. وللأسف كمان حتى اللجوء للعلم يعني من فترة بسيطة، ولا سابقا ما حدا يهتم هالاهتمام اللي زايد، ما حدا فكر فينا. هي نعم، لأنه الشباب مبارح شافونا قلت لهم ما حدا فكر فينا.
كسهل نعم مغري، ولكن منسي، ما في رعاية، ما في لفته، ما في لفته، والناس جدا يعني بسيطة، جدا جدا بسيطة. ناس لحد الآن تشتغل بالعاطفة، ناس لحد الآن تشتغل بتقاليد، ناس في عندها شغلة العيب أكثر من أنه هيك يعني شغلات. وقال مثلا هذا مؤاخذة، أنا بشتغل بالمنظفات، أشتغل بالصابون، يعني يعتبروني رجل خارق للعادة. إيه إنه كيف هذا زيت زيت الزيتون عم تعمله صابون ويرغي. أول شيء إجانا الأستاذ غريب، يعني غريب ما هو من الضيعة. أنا كنت مواليد 67. إيه الحكي هذا مثلا هذا مؤاخذة، كان عمري 5 سنين بالضبط. أول مرة بعرف الأستاذ، أنه هون في أستاذ. أنا كنت أتعلم من ولادة جيران، بس ما كان في ألفة وفي هيك شغلات وكذا، بفوت بابا ماما رورو، وكان قبل طارة زيز رباب وغيره، ما كان في هالأسماء هاي المتعارف عليها حاليا. صرت أكتب مثل ما يكتبه. أيام المدرسة عرفت المدرسة لأول مرة، يعني موارد 67، 3 2 5 72. صرت أعرف إنه هذا الأستاذ وعنده مدرسة. إجى لعنا على البيت، لأنه كانوا أهل الضيعة الأستاذ ما يخلوا يحط شيء من جيبه، يعني ينفق على نفسه ويأكل. كل يوم تلقائيا هيك، مثلا هالبيت هذا هو اللي بده يتعشى أستاذ. إيه الصبح بده يبعث له فطوره لعنده على الغرفة. إيه أجل الأستاذ قال لي ليش هيك أنت عندك ورقة وقلم وما شفتك أنا بالمدرسة، مين عم بيعلمك؟ قلت له صرت هيك أتعلم من الشباب، يعني صرت أكتب كذا. قال لي بكرة من الصبح تروح لعندي. هي أول مرة بشوف الأستاذ بروح لعنده، يعني على المؤاخذة. هو من منطقة حارم، إيه اسمه مفيد عبيد. قرية كنيسة بني عز عانت كثيرا، ولم تكن الخدمات متوفرة فيها، إذ عاش أهلها بعيدين عن وسائل الحياة الأساسية. تعالوا معنا نستعرض مع ضيفنا حال المواصلات ووسائل الاتصال وفقدان الكهرباء آنذاك، ونتعرف أكثر إلى بساطة الحياة وصعوبتها. المواصلات سابقا كانوا سيارتين فقط، واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. السيارتين لأهل محافظة إدلب، الصغيرة لشخص مسيحي اتوفى، والكبيرة لشخص ثاني من بيت صيموع. اي نعم، ابو سطيف صيموع. والثاني اسمه جبور. جبور يوسف جبور، ولكن المعروف جبور. نعم، هذول أول شيء يعني اشتغلوا هون. كان عندنا الطريق نص زفت ونص ترابي، لا أدلب فقط، من أدلب لحلب في مواصلات ثانية، بيطلع 7 لـ 8 وبرجع الساعة 2. وأحلى شيء لما كان يجي لعنا هون، يعني مثلا آخر نقطة بينزل الركاب هون عندنا بالضيعة. إيه طبعا الأفرع اللي حوالينا مثل في مزارع قريبة، إيه هذول بيروحوا مشي. البريد كيف مشي؟ البريد سابقا مثلا أخي أنا بالشام أو بلبنان بده يبعث رسالة، صاحب السيارة هاي الشاحنة الصغيرة اللي قلت لك هذا المسيحي، إيه كان يكتب الرسالة
يكتب على قفا الرسالة انه تصل ادلب ساحة البازار دكان عبود جبور ومن فضله ليد فلان مثلا بالكنيسة، هيك على الشكل. اي نعم اي. والعبقري كمان يعني العبقري فينا ومنه اخي الكبير الله يوفقه يكتبوا شكرا لساعة البريد. بيعلم شو دايب دوب بين الصان الدين شفت المحبوب مرت عيني بعينه والوقت ضروب. ضيفنا استوقفته الذاكرة عند بعض الشخصيات في قرية كنيسة بني عز وما قدمته من خدمات لأبناء هذه القرية. كان المختار يعني الواجهة السياسية مثل ما بيقولوا، مثل واجهة الرئيس مثلا نقول شيخ العشيرة، يعني هذا يعتبر للأحوال المدنية والغير مدنية. عشائر معروفة بني عز وجيس، قبيلة جيس والقيسية عدة عشائر كمان يعني تنجمع بقبيلة واحدة. بس هلأ يعني الحمد لله يعني تطورت الأمور، صار في مجلس محلي، صار المختار مثلا شغلته شهادة الولادة، صار في جمعية فلاحية، جمعية الفلاحية عم تتعاون مع المنظمات انه بدنا نحسن زراعة القمح. زراعة القمح بيجيبوا مهندسين، جابوا مهندسين على حساب منظمة، وهالمنظمة اخذت هيك شقفة ارض وزرعت فيها بذار مشان يعرفوا انه يتناسب مع طبيعة الارض وطبيعة الجو اللي نحن فيه. والحمد لله المشروع اتكلل بالنجاح. لانه المهندس كمان له دور، والمهندس بارع ويعني كل الناس بتعرفه. في قابلة قانونية هاي بدون دراسة وراثة يعني عن امها، كانت تروح مع والدتها وكذا، توفت هاي الله يرحمها، كانت قابلة عادية. كانت تجي لما بدهم يولدوا النسوان، قامت اجت مرة ثانية كمان اتجوزت على نفس ضيعتنا، صارت تولد النسوان وكذا. بعد فترة صارت المشافي، يعني صارت الناس تروح على المشافي. صارت القابلة هاي البلدية يعني مثل البلدياتي بدون شهادة بترافق الولاد لهونيك. بعدين اجى قرار انه هدول لازم يخضعوا لدورة. وكل النسوان كبار، كل النسوان كبار. خضعوا لدورة ومشي حالهم، لانه هني كانوا شغيلات يعني قبل هالمرة. ومشي حالهم. وبعد منها هلأ صاروا يجوا قابلات قانونيات معروفات يعني بشهادة مرخصة. قابلة المشهورة اللي كانت جارتي اسمها وسيلة من غير ضيعة. نعم اسمها وسيلة شحوارو. هاي اول وحدة. اجت هاي كانت هون وين في ولادي بياخذوها بالليل بنهار بكذا، طبعا دون مقابل. المقابل هدية، المقابل هدية أنت بتعطيه إياها. يا شوفير عجل عجل أمن الأمانة، خدني معك بيروت بس أنا حيران، إن كان خايف على الإجران أمن الأمانة، لرهن عندك كبودي بس أنا. إلى اللقاء مع حلقة قادمة من ذاكرة سورية.